the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at and you find out. مريضنا اليوم من المملكة العربية السعودية. حالتنا اليوم ميجا اف يو اي، تم اختطاف ما يقارب 4000 بصيلة من المنطقة المانحة وعملنا تغطية كاملة لمنطقة الصلاة. تقنية الاف يو اي مع اقلام السفير تم تحت تخدير موضعي، مثل ما انتم شايفين المريض صاحي. احنا بالخطوة الثانية او الستيب الثاني اللي راح يتم او تمت صناعة الثقوب او القنوات لاقلام السفير، وراح يتم تحضير الجرافت او البصيلات لحتى يتم زراعتها. طبعا هاي البصيلات المريض، نحن بعد ما فرزنا البصيلات عندنا بصيلات سنجل، عندنا بصيلات دبل، عندنا تربل، عندنا بصيلات تحتوي اربع شارات كمان. طبعا هلا نحن جهزنا البلازما البي ار بي، يعني اللي هي هاي ريكومنديشن يعني دورينج ذا سيرجري اند افتر سيرجري. بس هلا نحن الحمد لله يعني حنستخدم تقنيه جديده وتقنيه يعني متطوره عالميا، هي استخدام البلازما خلال العمليه لدعم البصيلات ودعم المنطقه المزروعه. مثل ما حكى الدكتور معمول بخصوص البلازما، انه نعمل جلسه خلال العمليه الانترا اوبريتيف، نعمل جلسه بي ار بي، بتمسح العينه من الدم وبتم تحضير العينه بحيث نحاول نوضع البصيلات بالسائل المغذي اللي هو البلازما، ونقسم انه نحضر فيه الريسيت اريا او المنطقه اللي راح يتم فيها زراعه البصيله. هاي البصيلات راح يتم تحضيرها بالسائل البي ار بي البلازما، بحيث يكون السائل المغذي هو سائل البي ار بي، وبتنحفظ بدرجه حراره معينه، وبعدها بيتم حقنها بفروه الراس او زراعه البصيلات وتحضير المنطقه بالبي ار بي.